رجعنا لكم مشاهدينا من جديد ومكملين معاكم السوالف والتحدي واكيد وصفات الشيف ضحى المميزه. خلينا نشوف رؤى فين وصلت بالتحدي، وخليني كمان اذكرها بالوقت. رؤى باقي معاكي 16 دقيقه، فين وصلتي في تحديك؟ يعني انا طبختي تقريبا جاهزه، تقريبا سويتي سلطه؟ ها؟ سلطه سويتيها؟ جاهزه سلطه جاهزه. انا بس باقي لا قطعتي بصل ولا شفتك في سكينه وتقطيع ودجاجه تقطع. 11 سنه خدمه فين؟ ما في المطبخ اهي، طلعتها اليوم طبقتها. فان شاء الله باذن الله الامور ما استخدمتي اي وسيله مساعده؟ انا شفت ضحى تقعد تقول لك ايوه حطي ده وسوي ده. لا لا لا، هي ما شاء الله شاطره، هي شاطره والله، هي مختاره الصح يعني. وحرام والله قالت لي انت شاطره بس انت خافي شويه. قلت هي خايفه، هي عندها كذا اشياء حطتها في مخها ماشي عليها، بس هي شطوره. طب رؤى يعني ما ادري كذا ابغى اسالك، ايش طابخه على الفطوره اليوم؟ لا انا اليوم بدي اروح الاقي الاكل جاهز. جاهز أيوة. ها؟ يمكن ما اقدر اقرب من الصحن تبع مس شيف ضحى لانك انت اوريدي خلاص حاطه عينك عليه. فانا اللي راح اسويه اروح الاقي غداي جاهز، فطوري جاهز عفوا. بدات الجوع. حلو. لا انا اخرج من هنا اروح اكمل يعني. والله ايوه ادخل على المطبخ على طول الين ما ادري. شوفي انا بالعاده احنا عندنا حاجه تعتبر ملكه السفره الرمضانيه، سمبوسك البوف. طبعا هذه لازم تصير. لازم. وانا من الناس اللي يعني من جد ما احب اكلها الا في رمضان، فاول ما اروح ان شاء الله يمديني اني اعجنها بسرعه، ما حخليها تتخمر كثير. عشان كذا كنت بقول لشيف ضحى قبل شوي حبيت فكره انه الواحد يقدر يعجن العجينه ويخليها في الثلاجه عادي، حتى بدون خميره اصلا سمبوسه البوف. احنا ما نحط لها عشان احط لها تكه خميره عادي، ممكن تخليها بس انك اهم شيء تطلعين العجينه قبل بوقت. ايوه لازم ترتاح. تمام. لان العجينه لو فردتيها ورجعت كشت معناته ما ارتاحت. الجلوتين فيها لازم ياخذ راحته. هي انا احط لها نشا وخميره ودقيق واحط عليها زبده نص طمع على حسب كم. والله شاطره حافظه. وبيضتين. لا والله ترى يا جماعه انا اطبخ مع مقاديرك. لا قالت مقادير صح. على مقاديري انا في البوف، يعني احنا البوف نسويه دقيق وملح وزيت وبيضه فقط. طيب هي نفس الشيء بس زبدة. انا احط زبده بدل الزيت بس. اوكي عرفتي. والخميره احنا ما لا انا احط شويه خميره وشويه نشا كمان. لا ما عشان مقرمشه. ايوه عشان تطلع مقرمشه. طيب. بالضبط زي القمات. طيب شايف ضحى انت فين وصلتي؟ انا وصلت، انا البطاطس قاعده اهرسها. طيب حطيت عليها كيجن وشويه اوريجانو، بحط الجبن الكريمي حلو، حطيت ملح وفلفل اسود وبحط شويه موزاريلا. اوكي وبعدين هالحين حكبرها واسويها كوره احطها هنا. مره سهله. انا ما من جد مره سهله، ما كنت توقعت انها كذا سهله. لا لا سهله. اتوصي بي يا شيخ. حتى اللي ما يعرف ممكن حتى ما يبغى يكور ولا شيء يجيب ملعقه الايس كريم. حقه الايس كريم صح. خلاص وفيها بس. حلو. خلينا اذكر الناس، بطاطس مهروسه وجبن موزاريلا وملح وفلفل اسود. ايوه ممتاز. بس حيهرسوها كويس. والحين ايش حنسوي كمان؟ هنيجي هنا عند الدجاج، طبعا حار هو شوي، ونسوي كذا او تقطعونه شرايح براحتكم، انا احب صراحه يكون الدجاج دايب. حلو. والخضار خلاص جاهزه، الحين بحط الخضار شوفي في الصينيه وبحط عليها البطاطس كذا. اساعدك. حار شوي عشان كذا انا بس قاعد استناه يبرد، انه ساخن قليلا. بس حنسوي بالشوكه. ايوه انا ماني عارفه، حتفرش الدجاج مع الخضار تحت مع الخضار. ايوه وفوق تحط الكور. ايوه الله. بعدين الكريمه وجبنه، بعدين دخلي الثلاج الفطور. شكل اليوم الصحن بينقسم على اثنين يا ريت. توصل ترى في عندنا بايركسات زياده، اذا تبغوا زياده كل شيء موجود. لا ما شاء الله الريحه يا ريم يعني. لا والحلو فيها انها فيها خضار ودجاج ومغذيه ويحبوها الاطفال، لان صح. فيها كريمه وكذا يعني وبطاطا وخضار، يعني كلها اشياء حلوه صراحه. وحتى اللي ما يحبون الكريمه خففوها بحليب، انا احط كوب كريمه وكوب حليب. حلو حلو. يعني نقدر ترى في اشياء تركات في المطبخ تقدري تغيري فيها. خلاص من اسهل ما يكون. الحين نخلطها خلطه ونحطها هنا، طبعا احنا حاطين ملح وفلفل اسود والكيجن، وبس حنحطها في صينيتنا. توصوا بالخضار تكفون خاصه أيوة. برمضان لازم ممكن نحط كرومب كمان ولا ما ينفع؟ ايش كرومب؟ كرومب اي ما جربتها كرومب بس كذا كويس. كده حطينا ايوه الدجاج مع الخضار ونبدا عاد نكور.
لي صدر زيادة. دجاج يعني البروتين مرة مفيد في الأكل، ما تخيلون يعطيكم طاقة، يعطيكم نشاط، يعطيكم شبع. الناس ليش تجوع دائما؟ تعرفون ليش ناس تجوع؟ ليش؟ لأن إحنا ناكل كمية كارب زيادة، صح. فجسمنا سكريات ودهون، فجسمك عشان يهضمها يفرز أنسولين. مظبوط كلام. أوكي؟ ففجأة تنزل يعني الأنسولين كذا فجأة، جسمك تعطيني كمية سكر كبيرة كذا فجأة كذا، البنكرياس ينصدم. ينصدم يفرز كمية كبيرة، وبعدها يعني يصير صعب عليك. صح. البروتين هو اللي يعطيك الشبع مدة طويلة. بالضبط. وبشرتك وشعرك وكل شيء في الحياة يغير لك اياه. بعد الجيم لازم بسكوب بروتين، وناكل بروتين، ناكل بيض، ناكل دجاج، ناكل سمك، كل هذه الأشياء لها دور. طبعا انتي رياضية صرتي خلاص. انا هذا شيء يعني بحاول اني انفذه، يعني اني اكثر البروتين في اكلي يكون اكثر يعني. ايوه. يعني انا اول احس اني لما يقولون لي مثلا بالوجبه 35 جرام بروتين، احس بصدر الدجاج كله بروتين. اي طلع لا، انه في نسبه بروتين 21 جرام من الظاهر بالصدر بس. بس في نسبه. صحيح. صح. أوكي. انا احس انه لما احس انا وزن يعني مثلا الصدر وزنه 150، هذا كلها بروتين. اوكي لا فيها جزء من أيوة. الوزن الاساسي. عشان كذا كل ما زدنا كل ما صار احسن. مزبوط. بعدين يعطيك شبع مده طويله. احنا لا العكس، احنا ناكل رز كثير نشويات، نحب النشويات. ايوه. ونقلل البروتين بس كذا. هنرصها كلها الحين، واذا ملعقة ايس كريم طبعا اسهل واسهل، او فنجان قهوه اللي تبغوا تحطوا عليه بلاستيك كذا ورصوها. طبعا الشكل حقها حتشوفي الحين لما تدخل الكريمه كذا والجبنه وتتحمر، يا عيني عليها. وتقدر تسويها قبل بيوم وتحطيها في الثلاجه. اوكي انا طبختي صارت جاهزه. ايش صار في الاختبار؟ ما شاء الله يعني رؤى. طبختي جاهزه يا جماعه. رؤى باقي لك اقل من 9 دقائق. ترى انا جاهزه ممكن اغرف. ها انت جاهزه؟ انا جاهزه. طيب خلاص قدامك اقل. اي وتكوني منتهيه ومطفيه النار عليه. طب بس اذا خليني اطفي طيب النار. بس خليني اقول للمشاهدين لازم يتفاعلوا معايا. أيه؟ على هاشتاج تحدي سوالف رمضان 3 تتفاعلوا، تكتبوا تعليقات حلوة، تعملوا ريتويت وتقولوا ايش رايكم بشغلي، اعرف اطبخ ولا لا. ترى عملتها كذا بتركات سريعة وحلوة. ريحة السمنة والله خطيرة الريحة. والله ريحة السمنة حلوة كذا مع المستكة. ايوه. وبكرة حيصير السحب وحفوزكم بأربع جوائز، فنبغى نشوف كذا همتكم عشان تفوزوا معانا بجوائز عينية من السيف جاليري. هذه أهم الشروط، ريتويت وفولو. بالضبط. والمهم صح. كمان انكم لا تنسخوا من بعض. اللي حينسخ ما حيفوت. خلاص كذا. كذا حلو خلاص مشينا. شايف ضحى الان بعد ما تكور الكرات ايه حتحطي فوقها على طول الكريمه. الكريمه ايه حدخلها الفرن. الفرن طبعا اهم شرط من شروط الطبخ انك اول ما تدخلي المطبخ تبدي الطبخه شغلي الفرن. ممتاز. على حراره؟ على حراره 180. ليش؟ حيختصر عليكي وما حيخرب الاكل. لما نحط الصينيه بعدين نشغل الفرن، ولا نشغل ولا نحط الكيكه. بالذات الكيك. صح. بالذات الكيك والدجاج ينشف واللحم ينشف كل شيء. السمك، السمك يصير انا رز نشف يا جماعه. يلا زودي المويه. خلاص لسه عندك وقت. طفي النار. طيب تقريبا 7 دقائق. طبعا حنتابع معاكم اكيد متابعين كل التفاصيل.